السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة شهيوات متنوعة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم كلاص هائل وغادي يعجبكم اكيد. مكونات بسيطة وسهل في التحضير. الا كنتوا اول مرة تشوفوا القناة ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وخليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. شوف مكونات لهذا الكلاص. عندي لاموس بنكهة الفاني، نص سترو ديال الحليب يكون بارد، عندي عصير باناشي ممكن تستعملوا اي نكهة بغيتو، دانيت كاراميل، عندي جوج معالق كبار ديال حليب نسلي كاراميل، وعندي حبيبات من الشوكولاط. صافي دابا على بركة الله غادي ندوزو لتحضير الكلاص. غادي نبداو بطريقة تحضير الكلاص. غادي ناخذ نص سترو ديال الحليب يكون بارد، بسم الله، غادي نديرو في هذا الاناء، يعني ضروري خاص الحليب يكون بارد بزاف باش طلع لينا لاموس. وغادي ناخذ لاموس بنكهة الفاني، غادي ناخذ طراب الكهربائي وغادي نخلط لاموس مع الحليب حتى طلع لينا ويضاعف الحجم ديالها، بسم الله. صافي كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما طربت لاموس مزيان حتى طلعت وضاعف الحجم ديالها، غادي نزيد عصيري باناشي كيف سبق لي وقت لكم، ممكن تستعملوا اي نكهه بغيتو، بسم الله. وغادي نطرب، صافي دابا من بعد ما زدت عصيري ديال باناشي على لاموس وطربتهم مزيان، غادي نزيد دانيت كراميل، جوج معالق كبار ديال حليب نسلي كراميل، وغادي نولي نطرب المكونات كامله مزيان، بسم الله. صافي ودابا غادي نزيد لي بيبيت ديال الشوكولاط اولا حبيبات من الشوكولاط، ممكن ديرو حتى الشوكولاط محكوكه الا بغيتو، اولا اللوز الا عندكم مقلي ومهرمش، اولا كاوكاو كيبقى لكم الاختيار. صافي وغادي نولي نطرب مره اخرى. خلطت المكونات كامله مزيان، كيجي القوام ديال الكلاص على هذا الشكل. كيف ما لاحظتوا معايا راه ما درتش السكر، يعني ديجا عندنا لاموس حلوه والمكونات اللي زدت معاه حتى هما حلوين، يعني لا داعي باش نزيدوا السكر. اختاريت ندير الكلاص في هذا المول هذا دائري، بالنسبه لكم نتوما ممكن ديروها في اي مول بغيتو اولا في اي علبه عندكم. درت بابي الومنيوم من التحت، دورت بابي الومنيوم وبالبلاستيك الغذائي. صافي دابا غادي نبدا نخوي الكلاص في هذا المول، بسم الله.
حاولي انني نوزع الكلاص على المول كامل كيف ما شفتوا معايا. كتحط لنا كميه كبيره، يعني ممكن ديروا في كويسات او لا في علب عندكم على حسب الاختيار ديالكم. انا اختاريت نديرها في هذا المول دائري. معايا الكلاص حطيت لي كميه كبيره، غادي نزيد نديرها حتى في هذه العلبه هذه. انتما كيبقى لكم الاختيار، ممكن ديروها في اي علبه عندكم ولا اي مول كبير او لا صغير، ممكن يبقى لكم الاختيار. غادي نغطي الكلاص من الفوق بالبلاستيك الغذائي بهذه الطريقه هذه. غادي ندخل الكلاص المجمد باش تكونجولا. بالنسبه لي انا غادي نخليها ليله كامله، بالنسبه لكم نتوما راه 6 سوايع راه كافيه باش تكون واجده، المهم على حسب كل واحد والمجمد ديالو. صافي، وعاد نوليو نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. الشكل النهائي ديال الكلاص من بعد ما خليتها باتت ليله كامله في المجمد فعلا كتجي غزاله ولذيذه بزاف. زينتها بهذه الطريقه هذه بشويه ديال النوكا ديال الزنجلان. ان شاء الله دابا نشارك معكم الوصفه، لي بيبي ديال الشوكولاط، شويه ديال صوص الشوكولا وطريفات ديال الخوخ. بالنسبه للتزيين دائما كيبقى اختياري وعلى حسب الذوق ديالكم. كنتمنى من كل قلبي ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها. انا متاكده الا جربتوا هذه الكلاص غادي تعجب وليداتكم وتعجبكم بزاف، كتجي منعشه ولذيذه بزاف. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وما تنساوش لي لايك لي لايك لي لايك وبارطاج الفيديو للقناه. وان شاء الله نتلاقاو مع فيديو جديد ووصفه جديده، ودائما مع كل ما هو سهل ولذيذ. مع السلامه.